السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. الحصة تاعنا اليوم وهي وين موقع وين كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن باريس سان جيرمان يريد التعاقد مع بن ناصر مهما كلف الأمر ومهما كانت القيمة السوقية تاعه. وين شلنا كيفاش مالديني وين شلنا وين يدرس بيطلع يطلع القيمه تاع بن ناصر حتى 100 مليون يورو اي في الموقع تاعها. وهذه بالك قيس الوحده ولا هذا الموقع تاع وين مالديني تكلم على القيمه تاع بن ناصر ب 100 مليون يورو. ماذا باش تهدر معاه؟ وكنا نقولوا فيها كنت نقول فيها باللي الاداره تاع ميلو ماهيش غبيه باش تبيع لك جوار ب 40 مليون ولا 50 مليون ولا 60 مليون، ما همش اغبياء. روحوا تدخلوا الموقع تاع ميلو تشوفوا باللي محتاجين دراهم باش بيديروا الترميم للملعب تاعهم. بيديروا الترميم للملعب باش كيما الانديه تاعنا يقرعوا الدوله تعطيهم وباش لونغاجمون منهم واليهم. ما كاش وحدهم، هذا هو الاحتراف، هذا هو الاحتراف. الملعب تاعه هو اللي غادي يخدمه. لازم دبر راسك، جيب جوار عاود بيعه، جيب بيع خمسة جوار بيع، دبر راسك تهدرش معنا. اقتصاد تروح الانجليزي بالدولة داخل دخلت اموال من البولا رابحه. احنا الدوله تاعنا لنا مع هذا العصابه تاع رؤساء النوادي، هذ رؤساء الرابطه تسيبهم عصابه، تسيبهم يمصوا في الدوله في اموال الشعب، تسيبهم يمصوا. ونزيد نقول لكم نعطيكم قدامنا نتكلموا على تاع بن ناصر هذه، وين هذا المسؤول تاع كره القدم مع رؤساء الرابطات مع رؤساء النوادي، وين قال لهم قوفلوا، قال لهم قوفلوا الفاتورات. قارهم دايرين باللي واحد ست ملاير، واحد سبع ملاير، واحد ملاير. بصح نساو باللي اي كاينه محاسبه، الملفات غادي كاع يفوتوا على الشرطه الاقتصاديه. علاش كاع حبسوا؟ علاش كاع راهم ساكتين؟ مش ساكتين باطل، علاش راهم ساكتين؟ بغاو يديروا هذا السيستم. رؤساء الرابطات بغاو يديروا باللي اموال 12 مليار 10 ملايير يعاودوا ريبروني روحهم يعاودوا ياكلوا. قاعد كاع يدوا الاموال من عند الوزاره، رؤساء الرابطات كاع يدوا من الوزاره هي اللي دعمهم. رؤساء النوادي بانيك، داروا لي بيلو، داروا كوفلا والفاتورات وكلش. بصح كلش حبس باللي غادي ما غاديش ترسل غير ترسل الاتحاديه ولا الرابطه ولا لجنه المنازعات عند جمال مصباح ولا الانضباط ولا لجنه المحاسبه في الاتحاديه. هيا فوت له سنيله، هيا اعطي، هيا تروح للشرطه الاقتصاديه. من الشرطه الاقتصاديه تطلع على هذيك شويه حبسوا. هدرت هذا لو قلت له ماشي، بصح اليوم راني نهضر فيها راني متاكد باللي حبسوا. كي قالوا الملفات تاعكم ما ترسلش للرابطه وليجان تاع الرابطه، كيما نقول هذاك خزروني، هذاك خزروني اللي يجي البلاد، هذاك كان يهدر في زاتشي. من بعد ولا في لجنه المنازعات جابه بيطوي سكته ولا يشكر في زاتشي. الناس تاع مصالح، هذو الناس هذو جابوهم حطوهم فما كانوا ساكتين، يدافع على زاتشي بطريقه غير مباشره. راك تشوف كيفاش ويحوس ينشع معاه صحفيين تماك تاع البلاد وكلش باش يكون على بالكم. اليوم راك تشوف كيفاش مي عرفوا، قالوا لهم اللي باي يشكي باللي الاموال وكلش روحوا حطوا الملفات. زعما كنقولوا حنايا هنا في مستغالي ما يروح للشرطه الاقتصاديه، اللي في الجزائر يروح للشرطه الاقتصاديه، ما يروحش يحط الملف تاعو يشكي للرابطه، الرابطه تحط له الملف تاعو في الاخرى وبعد طلع هي سنيه يفوت له الدراهم. كاش هذا. والناس لما يجروا على الشركات، علاه راهم ساكتين على الشركات؟ علاه دروكم ساكتين على الشركات؟ نجيب لك شركه ونجيب لك خبير معها، نجيب لك شركه ونجيب لك معها خبير، ونجيب ومن ثلاثة أشهر تطلع البيلون تاعك يروح للشرطه الاقتصاديه، يروح للمحاسبه. علاش ندهشوا؟ هما كانوا يقارعوا باللي كيما بكري، وقلنا لكم نهار الاول قلت لكم باللي غادي يجي غادي يجوا رؤساء نوادي
تروح تكذب له انت تقول له والي كذب لنا ذي اللي كيف يقول لك لا بنروح نطيب بالكعك كان اللي يقول لك بنروح نشيل الحليب وكان يقول لك بندوش وكان لعبوها كاع ما على بالهمش هاك شو هذه شو كيفاش الفرق هذه جبناكم الفرق ما بين الميلون كيفاش بيت تبيع الجوار تاعها فيتو تستفاد ماليا فيتو يخدموا السطاد تاعهم فيتو يجيبوا زوج جوار ولا ثلاثه تروح تدخل الموقع تاع ميلو تصيبهم راهم يتابعوا في زوج لعابه من الارجنتين وواحد من البرازيل راهم يتابعوا ثلاثه جواره باش يبيعوا بالنصر هاك شو كيفاش وهدرناها نالو الناس مي ولا يقول لك غادي يبيعوا ب 40 مليون ثلاثه ودي قلت لكم ماهمش اغبياء لا مش اغبياء باش لعاب يعرفوه باللي راه طالع في القيمه تاعو قيمه تاع اللعبه ماشي الدراهم طالع القيمه الدراهم هما يبينوه يبين باللي لعاب ويبين القيمه تاعو ويبينوه وكلش ومن بعد ملي تولي في الدراهم يقلعوا لك يطيقوك زلاط هاك غلط عازم انت الناس هي تاكل من وذنيها فماك تشافاتو عليهم ولا من بوباست المروع كاع قيليت وجماعه وكلش كافو جماعة قافت وقافت المشاهير قافت في مكتع كرة القدم هم قاريين ميلو ما عادش عمل عام قارية وقيلة من دومي كاتين قارية مازالوا ليزي كيما لحقوهاش ما قال لك الأخرى فاتتها كيسموها ريال مدريد عندهم سبع نجوم هم قاريين راهم قاريين من دومي كات مازالوا ما وصلوهاش وين عاودوا نولوا نتكلموا على بن ناصر وين كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن إدارة نادي باريس سان جيرمان ستعود في الأيام القليلة المقبلة لربط الاتصال بإدارة ميلون من أجل التعاقد مع الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر وأكدت الصحيفة الفرنسية بأن إدارة النادي باريس سان جيرمان تأمل في حسم الصفقة بن ناصر خاصة بعد خسارة فريقه النهائي دور أبطال أوروبا ومن جهة ثانية وإن أكدت ذات الصحيفة الفرنسية بأنه وفي حال فشل إدارة الفريق في ضم بن ناصر فإنها ستتوجه للتعاقد مع متوسط ميدان نادي أرسنال ماثيو يعني نقولوا باللي حنايا اليوم شوف كيفاش قيمة اللاعبين تاع الجزائريين رغم أن ما زلنا ما شفناش أي انتقال مواقع قاع يهضروا خاصة المواقع وين كانوا يكذبوا قلت لكم الحمد لله يا ربي قلت لكم مين كانت كورونا في مارس ومور مارس وكلش مواقع ولاو يكذبوا الجزائريين بيطلبوا مشاهدة وكلش طام 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 الناس قالوا لي لو انت على بشك تهضر على بناصية ودي قلت لكم كلش كذب في كذب قلت كذب في كذب كاش ملموس مكاش الناس راهي الناس يتشري جوار يبيعوا جوار احنا مازال كاع ديك الهضره اللي هضروا هذو مواقع اليوتيوبر 11 مونديال 1 مونديال 2 مونديال 4 مونديال 5 مونديال ما كان كاش ما شفتو مازال بالك من على سيمانه ولا سيم بالك نشوفو بالك حاجه واحده اخرى مازلنا ما شفناهاش كاش ما شفتو هانا هضروا بالواقع صح بالملموس حاجه مازال ما بانتش بالرحمه مسكين شيطوه تشيلسي ها منها بيروح منها بيروح من يبي هود تحت بيطلع الفوق بيطلع من مازال حاجه ما بانتش كنت نقول لكم بلي تشيلسي يتبع في ذاك الالماني وجابته ومي بغاو يجيبوا زياد جابوه مازال حاجه ما بانتش جماعة نصبروا نقارعوا بالك ان شاء الله حنا يا ودي حنا شو يقول لك لا بغات يقعدوا يلعبوا في ليزيكيب تاعهم ويقدموا مستويات كبيره ويجوا المنتخب الوطني مرحبا بهم هنا ما ماشي قضيه تاع يروح ويقعد له بلاصه هذه ماشي مليحه هذه الحياه اللي ماشي مليحه بصح يروح النادي يروح بالقيمه تاعه يروح بقيمته عاد شوف محرز مسكين بالقيمه تاعه راح بالقيمه تاعه بطل انجليزي احسن لاعب في انجليز يعني الباغاج تاعو احسن دوك اللعابه اللي كانوا في ماك اكتشو كي صاري لها امي دق دقو فيها عيناني يا صاح جايبين له الرقاد بالسيف هو مشي باغي يرقد وما يرقدوا فيه يشربوا في السيرو تاع الرقاد ان شاء الله بربي تكون فيها الخير ان شاء الله كيما يقول لك نتمنوا احنا خاصه بالناصر اللعاب
ودي جزائري باش يكون طالع لي قود عمي. والله لا صعيبه ماشي سهله، على الله نتمنى وحنا غير خير، خاطش على فيطو دا علامنا وفيطو ليكيب ناسيونال.